الطائي والرائد شوط واحد والشوط الثاني يبغى وين الفرق موجودين؟ والله الفريقين هو الفريقين صراحة الرائد في الرطبة المباراة في الشوط الأول أعتقد إنه 6 فرص للرائد يمكن الرائد فرط في المباراة لأنه رادوي للأسف الشديد اللي أشدنا برادوي أول ما جاء قلنا التنظيم الدفاعي والتنظيم الدفاعي لا اليوم أعتقد لخبط الفريق الطائي مرة يلعب 3 ما أدري هجوم بس فقط يعني ما تقدر تقول والله هي 3-5 أو 3-6 وهذا يعني لخبط الفريق كله حط أظهره 3 وأظهره يمين وشمال ما تدري هم دفاعيين أو هجوميين أعتقد يتحملها رادوي اليوم بالنسبة لفريق الطائي يتحملها رادوي مسونا ما هو موجود سعود ما هو موجود يعني كل المشكلة في تغيير طريقة اللعب طريقة اللعب يبي لها هذه 3 يبغى لها تمارين يبغى لها مباريات يبغى لها أشياء كثيرة لكن أنا أحمل المباراة رادوي صراحة رادوي ما قرأ المباراة قبل المباراة وأثناء المباراة المشكلة الشوط الأول 6 فرص المفروض أني أعدل خلاص أنت تلعب سميدو في قلب الدفاع خلاص خل مع السلطان وحط القاسم ونواف القمير وخلاص وانتهى الموضوع ما كان تفكير رادوي انه يلعب مثلا عند البركاوي تفريس مهاجمين ولا يمتلك الرائد الطايع عفوا قلبين دفاع متمكنين لذلك لعب بثلاثه كان هذه الفكره اللي عطى 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 عط الرائد المباراه الشوط الاول ضيعها الرائد الشوط الاول 6 فرص ما في الا ترى فرصتين للطايع الشوط الاول اللي هنا اهداف اما الباقي كله للرائد الشوط الثاني يا خالد الشوط الثاني الرائد هو اللي نزل مستواه لياقيا نزل من كان محظوظ في النقطه الطائي طائي محظوظ بالنقطه الطائي اليوم